اتحاد القوة اليمينية والإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب نزال أسطورية بلبل الجامح المجدد الدفاع الخرافي اللي عنده حلقة مدمرة للطورات بلبل الشجاع والوميض. حنلعب نزلات ثلاثية بين الجامح المجدد طورات أقوى بلبل يميني وأقوى بلبل يساري، فخلينا نشوف هل حقدر يحطموه ولا لا. يعني كان دمجنا الوميض والشجاع فريق واحد. نزال الأول الجامح المجدد الشجاع مطفر والوميض اللامع. أوكي الجامح فاز. جولة ثانية الجامح المجدد كشجاع المقصد الوميض اللامع. لازم يكون في اتحاد وتعاون بين الدوران اليميني واليساري. شجاع خارج حل باقي الوميض. هل حقدر يفوز على الجامح المجدد؟ ما اتوقع، بس خلينا نشوف. يفوز حيصير شيء خيالي. اوكي، والجامح المجدد يفوز المرة الثانية. لعب الحين اخر جولة، الجولة الأخيرة. يلا يا جامح، هل تخسر يا جامح؟ يلا الشجاع والوميض اتحاد القوة اليمينية واليسارية. اوكي يلا يا اميض، تقدر تفوز بدون حلقة مدمرة تفكت. وشجاع المنصر تحطم الوميض لحاله في الحلبة ضد الجامح المتجدد. المرة الثانية هو الجامح يفوز المرة الثالثة على التوالي، وعنده كليك واحد بس. فالحين نروح للكومبو الثاني اللي حيكون بين الشجاع المتقد والوميض المظلم. الفريق الثاني، يلا جامح المتجدد، الشجاع المتقد والوميض المظلم. الشجاع خرج الوميض لفريقه، والجامح استغل الفرصة وحطم الشجاع، وكذا الجامح فاز في أول نزال. الجولة الثانية، الجولة الثانية، يلا يا جامح، ويلا يا شجاع، ويلا يا وميض، لا تفوزوا. اوكي، ايش في؟ الفريق مو متجانس لين ذحين، لازم تعاون عشان نقدر نفوز على الجامح، نوقف هذا الجولة. اديهم ضرب واحد يخرجهم اثنين. يلا هذه آخر محاولة. الجامح، الوميض، والشجاع. يلا يا وميض، يلا يا شجاع، ورونا قوتكم، أنتم من أقوى لاعبين اللي باليوشن. طبعا نقص بلافي وشهاب، وفاز الجامح في المحاولة الأخيرة. والحين طبعا حنغير الشجاع، الشجاع البارق الشجاع منتقد حيروح، حيكون الكومبو بين الشجاع البارق والوميض المظلم ضد الجامح المتجدد. الجولة الأولى، الجامح، الوميض، يلا يا شجاع. أوكي أوكي، والله كانت وسطك يا وميض. الوميض خسر في المحاولة الأولى، الحين نروح المحاولة الثانية اللي حتكون أخيرة. طبعا المحاولات اللي قبل كانت 3 محاولات، بس الحين حنخليها محاولتين مع الشجاع البارق. يلا خلينا نروح لاخر محاولة. وقبل أن نروح المحاولة الأخيرة الفريق الوميض المظلم والشجاع البارق، أتشرفنا أخذتم عجيب السنبي هذا، ما كنتم مشتركين لما نوصل هدفنا 100,000 مشترك، وأضغط الزر الآخر لنوصل 3,000 لايك. ويلا خلينا نروح للجولة الأخيرة، المحاولة الأخيرة والحاسمة لبلابة لبليوشن. يلا كي الشجاع ما قدر ينزل، حنعيدها طبعا. خلينا نشوف الوميض حطم. ايش الجارح القوي هذا يا أخي، قوته خرافية. بلبل دفاعي يحطم بلابل هجومية، وكمان عنده قدرة دفاعية عالية، ويصمد في الحلبة لأطول فترة ممكنة. فهذا بلبل مميز ومتكامل من كل النواحي. عيد المحاولة الثانية، الجامح، يلا شجاع، وميض. كشجاع خرج، جاء دور الوميض الحين. يلا يا وميض، تقدر تفوز بقوة الدوران، حاول يا وميض. يلا اوكي، شوفوا الوميض هجوم راسي، عنده قدرة دوران جيدة كبلبل هجومي، او اللي بول بالهجومي يعني. فدور الديسترويد عريض شوية، يعني حيطيق قدر الدوران، حاول يفوز. وغير انه يساوي امتص طاقة من بلاب اليمينيين. فالجارح غير يا جماعة الخير، الجارح فاز على الحين ثالث كومبو توقع من بلاب اليوميض والشجاع. فالحين نروح لبلاب التربو النفاثة من نفس الجزء اللي هم الشجاع البركاني واليوميض الجارح. زاد ثلاثي نفاث بين الجارح المتجدد اليوميض الجارح والشجاع البركاني. اوكي اليوميض، اوكي يا شجاع، ضربات خرافية. اوكي اندماج طاقة اليمينية واليسارية، الوميض الجارح يقدر يفوز مع الخير، يمتص الطاقة ويفوز بقوة الدوران، وانت كده في امان. يلا يا وميض، اول الفريق يفوز. يلا خليكم انتم يا جارح اسطوري. الوميض كده عنده لحظة يفقد الدوران بشكل سريع. محاولة ثانية، محاولة ثانية، الجارح، الوميض، الشجاع. اوكي اول فريق يفوز على الجارح. يلا شجاع حطم الوميض وتسيب خرافي. هكمل فبكذا يكون البلابل بلابل النفاثة، الشجاع البركاني والوميض الجارح. يب اسمه الوميض الجارح صح، فازوا على الجارح المتجدد. الجولة اللي فاز الجارح، الجولة الثانية فاز فريق البلابل. فدحين الجولة الثالثة وراح تكون حاسمة. يلا يا جارح، يلا يا وميض، ويلا يا شجاع، يلا يا فريق بلابل النفاثة. اوكي الوميض انطلق من الشجاع وحطمه. الحين جاء دور الوميض والجارح، الجارح يفوز بنسبة كبيرة، يعني الدوران ما بخرافي، مو فاقد التوازن
فحيفوز بقوة الدوران. وفاز الجابح 2-1 لجاح فريق البلابل. أساسا على المقارنة غير عادل يعني، هم فريق بلبلين وهو بلبل واحد. فأوكي الحين نروح فريق الثالث اللي حيكون الشجاع التيربو المطور اللي حطوه طبعا في جزء التيربو وأميرة الجي تي. ما يعرف هذا حتكون أول تجربة للشجاع التيربو حقنا بكامل القطع الأصلية، والدرب كمان حيكون داش. فخلينا نشوف هل حيكون فرق في القوة. أول جولة جابح شجاع والأمير الله يشجع كي ضربات الأمير خرج أو لا توقف عن دوران. والله شجاع صاير أسرع وأبسى، هو خسر صح؟ سكي عندك لكين كمان. فيلا محاولة ثانية، محاولة ثانية الجابح كي شجاع والأمير الأمير قافز لأنه فاقد أحد الأجنحة. فك الحلقة يا أخي، الفريق هذا أسطوري، فريق مرجوج من جد. هذا كيف الفريق حيفوز جو لا تعادل لا فاز شجاع. اوكي يلا جولة حاسمة ثالثة أخيرة. الجولة الثالثة والأخيرة واللي حنشوف هل فريق بلابل التيربو والجي تي أقوى. شوف كيف اليومين فك الحلقة. اوكي والله ضرباتهم قوية. حيفوز على الجابح. اوكي الجابح ما حد يقدر يفوز عليه. الجابح يعطيك فرصة انك تتقدم ولكن في الأخير سوف يسحقك. بالله ايش رأيكم؟ اوكي آخر فريق وأقوى فريق الفريق السوبر كينج. ممكن الجابح يتكسر الحين، ممكن الجابح يتحطم يعني برست. خلينا نشوف يلا. اوكي اخر فريق يا جماعه الخير فريق السوبر كينج. اليوم الجابح باقوى قوه. الامير ايش فيه؟ ايش فيه؟ الشجاع السوبر كينج. ما لحقنا نلعب النزال حتى. اوكي يلا نعيده. تقريبا محاوله ثالثه، وكل مره النزال يفشل بان الامير يفوز على الجابح يخرج خارج حلبه. فاللي حنسويه الحين انه حنرمي الامير اول، بعدين الجابح، بعدين الشجاع. الله اول محاوله الامير. جابح لا رميت الشاش. الشجاع يلا يا جابح، يلا يا جابح. اسطورة اسطورة. ها تفجير الشجاع والأمير. اي والله فريق الشجاع والأمير ينزل امام قوة الجابح الدفاعية. يا اخي اسطورة فاز على كل الطورات، فاز على كل الفرق. ايش هذا يا جماعة الخير؟ هذا حيكون الجولة الأخيرة. الأمير جابح لم تضبطوا معنا، والأمير فاز كالعادة. اوكي طبعا ما في مقارنه بين بس فاز ده منه فاز عليهم يعني هو اسطوره. فاز بالصدفه عشان الوميض والشجاع خرجوا مع بعض. لا شوف الجابح خرج الوميض والشجاع خرج لحاله، بس اوكي فاز عليهم حتى لو بالصدفه فاز عليهم. طيب شوف نلعب جوله اخيره بين الجابح والسوبر كينج. بين خلاص تكون طبعا اخر جوله. اخر جوله اخر جوله يا جماعه الخير. صدقوني الجابح عنده اقوى. يلا عبد الرحمن روح الوميض. لا ايش فيه؟ والله بغى ينكسر. ايش هو هذا معصب؟ ها خلاص مع السلامه فابس. هذا كل اللي عندنا ماجيك مقطع اليوم. اسلاكم ان شاء الله تعجبكم تنبيهات. شكرا على التفاعلكم الرهيب في المقاطع السابقه والمقاطع القادمه اللي انا متاكد انكم حتفاعلوا معها كمان. فوصلنا للختام، شكرا على المشاهده. مع السلامه. كنت بقول لكم في مقطع ثاني بس صعب لانه المقطع هذا المره حلو يعني، فان شاء الله يعجبكم. فبإذن الله الفترة الجاية حتلاقوا مقاطع ثانية كثير، بعدها حتوقف. ليش السبب؟ لأنه في بعض البلابل لما نجربهم بس ما هم بلابل يعني نقدر نخليهم مقطع رئيسي في القناة، فعشان كده نخليهم مقطع ثاني. وبس طولنا في الختاميات. مع السلامة.